تعظيم سلام لجنود مصر، محروسة بيكم دايما مصر، ومصر عايشة عبور تاني، عبور شعاره صنع في مصر. مصر عبرت لما مينا كون أول جيش مصري، مصر عبرت لما القائد المصري أنشأ الجيوش المصرية، مصر عبرت بسيف حور محب وعربات رمسيس العسكرية وأسطول تحتمس البحري وعجلات أحمس الحربية. مصر عبرت لما القائد المصري في أكتوبر وقف وزرع بإيده علم مصر على الضفة. ومصر النهاردة يا سادة في عبور جديد، في عهد الرئيس السيسي في عبور جديد، تطوير الجيوش المصرية في عبور جديد، تطوير الترسانة البحرية المصرية في عبور جديد، بناء المواطن المصري بنا جندي فلاح في عبور جديد. في حلقة اليوم يا سادة من برنامج الاسم مصري هنعبر في ذاكرة ووجدان قائد عسكري مصري حب مصر فمصر حبته، وهقول لحضراتكم انها ادته اغلى واعلى وسام على صدره ودائما في قلبه، وهو اجمل وصف الجندي المصري. اسمحوا لي ارحب بضيفي الجليل والاب والقدوه سياده اللواء بحري اركان حرب اللواء محمود متولي الخبير العسكري والاستراتيجي. ارحب بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بسعادتك. مبدئيا اسس البرنامج وقناه الصحه والجمال بتهنئ حضرتك على المجمع العلمي، ومحتاجه اعرف من حضرتك يعني عضويه المجمع العلمي ليها تاريخ كبير من ايام نابليون بونابرت. صحيح. محتاجه افهم من حضرتك او افهم المشاهدين النقطه دي. هو في الحقيقه المجمع العلمي صرح كبير مصري، عضويته عضويه خالدين مدى الحياه. تمام. يجب ان يكون ان مكان شاغر عشان يرشح له اخرين. نابليون بونابرت ايام الحمله الفرنسيه اسس المجمع العلمي، وفي مجمع علمي تاني في فرنسا، انستيتيوت دي جيبت في انستيتيوت دي فرانس في فرنسا. اتاسس المجمع العلمي وكان معاه لواء بحري من ضمن الحمله، ومن يوميها لغايه مارس اللي فات ما دخلوش اي حد من حضرتك كان ليك السبق في ده تجاري او حربي. وانا ليا الشرف وانا بشكر الساده اعضاء المجمع العلمي اللي ادوني هذا الشرف. طيب. واخص الاستاذ الدكتور فاروق اسماعيل رئيس المجمع والدكتور الشرنوبي، كل الشكر، والدكتور حافظ شمس الدين وكل الساده الاعضاء اللي تكرموا عليا بهذه العضويه ان انا اكون في وسط هذه القامات، وربنا يقدرني ان شاء الله واقوم بواجبي تجاه ان شاء الله يا فندم. المجمع وتجاه مصر. حضرتك طيب هنتكلم النهارده عن البحريه المصريه. البحريه المصريه مفهوم كبير، لكن في جمله او عباره جميله قوي كنت سمعتها من حضرتك قبل الهوا، ان قوه مصر في البحر. محتاجه افهم حضرتك العباره دي باستفاضه. هي مصر أرض في قلب العالم، ربنا سبحانه وتعالى ادها موقع استراتيجي فريد، موقع جغرافي ملوش مثيل، شعب أصيل وعظيم. الموقع الجغرافي بيؤثر على مصر في مركزها الدولي وسياستها العالمية، ولعب على ممر التاريخ دور كبير في تاريخها وفي توجهها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. قوة مصر في البحر لها عناصر رئيسية. العنصر الأول هي مصادر الثروة المرتبطة بالبحر أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأزرق. دي بتشمل الثروات البترولية والغازية، الثروات الطبيعية، الثروة السمكية، قناة السويس القديمة والجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسياحة البحرية بأنواعها. السياحة البحرية في سياحة كروز وسياحة سفاري وسياحة غطس. دي مصادر الثروة. الجزء الثاني هي كل ما يعمل في البحر لاستخراج هذه الثروات، زي اسطول الصيد والاسطول التجاري وسفن الابحاث والمنصات العائمة اللي بتستخرج البترول والغاز وسفن الابحاث. الجزء الثالث هي كل ما يعمل على الارض لخدمة هذه المنظومة، وهي ترسانات صيانة واصلاح السفن، اللوجستيات،
مؤسسات إعداد الكوادر، التوكيلات الملاحية، المواني بأنواعها. الجزء الأخير هي قوات مسلحة، وخاصة القوات البحرية التي تحمي وتؤمن هذه المنظومة. كل المنظومة دي هي قوات مصر في البحر. طيب تمام، حضرتك توضح لي أهم المحطات المؤثرة في بناء القوات البحرية المصرية. احنا عندنا تاريخ البحرية يمتد إلى 7500 سنة. في محطة قدماء المصريين، المحطة الثانية عصر البطالمة، وبعدين العصر الإسلامي، العصر الفاطمي، العصر الأيوبي والمماليك، ثم العصر الحديث. والعصر الحديث بينقسم إلى أربع بحريات. البحرية الأولى في العصر الحديث هي بحرية محمد علي. تمام. والبحرية الثانية هي بحرية الخديوي إسماعيل. البحرية الثالثة الملك فاروق. هي الملك فاروق. البحرية الرابعة. البحرية الرابعة جمال عبد الناصر. تمام. وإحنا حالياً في البحرية الخامسة بإذن الله الرئيس السيسي. إن شاء الله هيكون لنا مداخلة تليفونية مع أستاذ دكتور خلف الميري، هيوضح لنا طبعاً لأنه هو أستاذ تاريخ ومؤرخ جامعة عين شمس، هيوضح لنا أيضاً محطة أو محطتين نشرحهم باستفاضة أكتر. طيب حضرتك محتاجة أتكلم معاك عن، لو تكلمي شوية عن البحرية في عهد الملك فاروق. الملك فاروق أنشأ السلاح البحري سنة 1946. تمام. في أعقاب الحرب العالمية الثانية. تمام. الحرب العالمية الثانية مصر كان عندها أسطول تجاري. تمام. فقدت 63% من حمولات السفن، غرقت. تمام. و22% من قوتها. والمنشآت البحرية أصيبت وضرت أثناء الحرب ضرر بالغ. والجانب البريطاني وجه شكر بالجواب الرسمي لمصر على معاونتها ليه في الحرب العالمية الثانية. فالملك فاروق سنة 1946 أنشأ البحرية الثالثة، وأصدر أمره بإنشاء السلاح البحري المصري. طيب. وبعد سنتين دخل به حرب 48. كانت إمكانيات السلاح محدودة، كان أيوة. في دور عظيم. أيوة. كان إمكانيات السلاح البحري محدودة أياميها، لأنها كانت لسه قيد الإنشاء، عمره سنتين وليد، ومع ذلك قام بأعمال كويسة جدا في حرب 48. يعني حضرتك مثلا غزة. تمام. اشتغل في غزة كويس جدا، واشتغل في الحصار، امداد الحصار، اشتغل في قصف تل أبيب، واشتغل في معركة اسمها المجد البحرية، وكان بيتعرض لسفن الهجرة اللي كانت بتجيب المهاجرين اليهود الى فلسطين، و حمى وأمن جانب القوات. فندم أنا معايا بس على الهاتف الأستاذ الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ المعاصر والمؤرخ الكبير بجامعة عين شمس. ألو. ألو. صباح الخير يا فندم. أهلا بيك. أهلا بسعادتك يا فندم. النهاردة بنتكلم عن البحرية المصرية، ومعانا سيادة اللواء محمود متولي، وحابة يعني أناقش حضرتك بطريقة يعني تخصص ساعتك. عايزاك تكلمني أكتر عن البحرية المصرية في العصر الحديث، نبتدي من محمد علي باشا والخديوي إسماعيل. طبعا يعني أولا اسمحوا لي أرد بيك التحية للناس اللي فكروا في مثل هذا الموضوع لإحياء تاريخ البحرية المصرية، وهو تاريخ حافل بالأمجاد والفخر والافتخار. واسمح لي أقدم تحية للسيد اليوم محمود متولي، لأن هذا الرجل أسس الصالون البحري المصري، وده صالون ثقافي مهم جدا، وبيقدم مع يعني إطار علمي، وبيضم نخبة من المتخصصين والشخصيات العامة والوزراء السابقين وقادة البحرية، فهي تحية مزدوجة لكم ولسيادة اللواء محمود ولكل أعضاء الصالون البحري طبعا، والتحية الأوفر لقواتنا البحرية وجيش مصر العظيم. كل التحية. الله يخليك. طبعا لما نتكلم على تاريخ البحري لمصر الحديثه، اولا لابد ان نثبت ان عبقريه الموقع الجغرافي المصري تجعل من مصر دوله بحريه من الطراز الاول، لانها تقع على بحرين بامتداد ساحلين
يعني من تجديد بنفس الاقتصاد المستقبل للتعليم الجميل. فهي دوله بنعتبرها الدوله المثلى في المواقع الجغرافيه، لها حدين جزريين وحدين بحريين متكاملين. طيب. والبحر يمكن لك ما تريدينه وما لا تريدينه من العالم المنفتح على كل القوى الدوليه والعالميه، يعني هو البحر المتسع الواسع الفسيح طبعا بطريقه تفوق البر. لذلك يعني البحريه منذ التاريخ القديم ولكن الان في التاريخ الحديث نقدر نمس الدوله البحريه ذات المكانه الجديره بالتقدير والتامل. محمد علي يعني معاه بدا بدايه مصر الحديث، طبعا احنا عارفين انشاء اول اسطول بحري. لا طبعا احنا عندنا مصر امتلكت اسطول بحري قوي تحتمس في عهد السلطان سلطان غوري، بدا الاسطول لغزو الحوت الهندي وحارب البرتغاليين، ومن الاسف ان هذا الاسطول تم تدميره والقضاء عليه على يد العثمانيين. يعني سيدي اول سيدي بحري وقفت مصر في حاله من الثبات الى ان يصبح قوتها العسكريه بصفه عامه مع محمد علي باشا اوائل القرن التاسع عشر. ونرى نقول بان المزيد ما بين القدرات المصريه يعني من مفارقات محمد علي باشا حين بدا بناء الاسطول وبناء سلسله الاسكندريه فيعتمد على ابناء مصر. الحاج عمر الاسكندراني هذا رجل كان يعني قدراته عامله تماما، ولكنه كان يعني فنان في بناء الاساطير بناء السفن. فاستعان به محمد علي مع شاكر افندي وجنبا الى جنب مع المستر بيستون الفرنسي وديس ريزي اللي هتبدا بعد كده تنشا سلسله الاسكندريه علشان تدشن فيها السفن والاساطير المصريه. محمد بيت صهر محمد علي هيكون اول قائد للاسطول المصري في عهد محمد علي باشا اللي طبعا باسمه يعني الحي الشهير في اسكندريه وقتها هيكون محافظ اسكندريه. على فكره بالمناسبه احد اجداد سياده اللي هو محمود مصلي مصطفى التوسيالي بيت ايضا كان من امراء البحر ومن قاده البحريه في عهد محمد علي واستمر بعد ذلك بعد الكبير اسماعيل. صفحات البحريه ناصعه، هنقول اولها حين بدا الاسطول البحري في الاغراض التجاريه ومع وجود الحصار القاضي البريطاني حاصرت فرنسا في حروب مليونيه استمرت من 1897 لغايه طبعا ما انتهت بمؤتمر فيينا 1815. هنا محمد علي هو اسطول تجاري يتكون وجنبا الى جنب يبدا في انشاء الاسطول الحربي. الاسطول الحربي سيقدم الامداد والانقاذ، طبعا احنا عارفين حروب سد الجزيره العربيه بامر السلطان العثماني تعتمد على انشاء ترسانه في السويس، وفي ترسانه هتبقى في بولاق عشان تغذي، ولكن الترسانه الكبرى ستكون في الاسكندريه. هنا الاسطول البحري سيصبح ثاني اكبر اسطول بحري في العالم، وده بالمناسبه اللي هيخلي الاساطير الاوروبيه بقياده بريطانيا العظمى وفرنسا وبروسيا وغيرها ويلتقوا مع الاسطول المصري اللي هو انضم لنجده الاسطول العثماني، وهتبقى المعركه طبعا في معارك انتصر فيها الاسطول المصري بدعم السلطان العثماني في بلاد المور اليونان، ولكن تتجمع اساطير اوروبا وتبقى في طبعا هزيمه في نظريهم للاسطولين المصري والعثماني. طبعا للاسف ان ده كانت لان كان قائد البحر عثماني ولم ياخذ بمصوره ابراهيم باشا قائد الجيش المصري في تكتيك حربي. على اي حال هذا ليس مجالي، لكن محمد علي سينشئ ترسانه الاسكندريه ويعيد الامجاد المصريه، وبالنسبه السفن المصريه ستاخذ اسماء محافظات مصريه تاكيدا للرايه البحريه في عالم الرايه المصريه في عالم البحار. يعني تلاقي الشرقيه، تلاقي الدنيا، تلاقي المنصوره. تمام حضرتك. نعم. طيب تقدر حضرتك تنقلنا للخديوي اسماعيل البحريه المصريه في عهده؟ طبعا النقله الكبرى ستكون بعد عهد الخديوي اسماعيل. ليه؟ لان الخديوي اسماعيل طبعا احنا عارفين مصر
سيتم تحجيمه بعد ما كان ممتدا في بلاد الشام وسوق الجزيره العربيه، سينحصر ويقتصر على مصر والسودان فقط كإطار مباشر لرؤساء محمد علي. الخديوي اسماعيل سيتجه الى افريقيا بقى ويدرك اهميه افريقيا ومنابع النيل ونهر النيل والبحر الاحمر بالنسبه لمصر، ويحاول يفكر فيه تاسيس بفعل دوله كبرى في تمتد من مصر الى شرق افريقيا ووسط افريقيا. عشان كده الخديوي اسماعيل سينشئ شركات تجاريه، اساطيل تجاريه بحريه، شركه العزيزيه وشركه البنوك الوسطى الثلويه، وهذه السفن المصريه سيكون لها توكيلات تمتد من لندن الى بومباي، يعني سفن بكل موانئ البحر المتوسط وموانئ البحر الاحمر، ستكون فيها خطوط ملاحيه منضبطه تماما للسفن المصريه لعهد الخديوي اسماعيل وايضا في الموانئ الاوروبيه. شكرا استاذ دكتور خلف الميلي، استاذ التاريخ والمعاصر والمؤرخ الكبير بجامعه عين شمس، وان شاء الله يكون لنا ايضا مداخلات اكتر ونقدر نستفيد من حضرتك وخبرتك عبر التاريخ وعن البحريه المصريه. شكرا لحضرتك، نرجع لحضرتك مره ثانيه. سيادته اتكلم عن البحريه في عهد محمد علي باشا واسماعيل باشا، حضرتك بقى نتكلم في عهد اسماعيل باشا. اكمل حته صغيره. اتفضل. الاحتلال الانجليزي تمام. جه سنة 1882 اتلككوا على واحد من رعايا أوبروس، من رعايا يعني أوبروسي، من رعايا بريطانيا، مش عارف ما خدش حقه، وضربوا اسكندرية وولعوا صوامع الغلال. تلكيكة يعني. وجاء الاحتلال الإنجليزي، أول حاجة عملها عمد على تدمير قوة مصر في البحر. أول حاجة عملها خرب السفن الحربي، ودى الأباطين بتاعتها السكة الحديد لأنها كانت أغلبها بخاري. الأباطين؟ أيوة. أغلب السفن كانت بخارية فودوها السكة الحديد. حتى فضل لوقت قريب في السكة الحديد بيحطوا الشرايط، لأن لما راحوا الأباطين راحوا ببدلهم بزيهم، فالبحرية بتحط الرتب على الأكمام الزي. فكانوا لوقت قريب جدا لغاية التسعينات كان في سكة الحديد بيحطوا شرايط، نقلهم سكة الحديد وقفل الترسانات وباع السفن التجارية لشركات إنجليزية وعين أباطين إنجليز واكتفى ببعض الأطقم المصرية وقفل على قوة مصر في البحر وساب شوية سفن صغيرة للحراسة ولخدمته وترسانات لصيانة محدودة لصيانة مراكبه. فدمر. فدي كانت فترة انحدار للبحرية المصرية. كان الهدف تدميرها يعني، قوة مصر في البحر. طيب ندخل عفوا للمحطة الثالثة، هي الملك فاروق. الملك فاروق نستكمل دور البحرية. استكمالا الملك فاروق. الملك فاروق أنشأ السلاح البحري وكان إمكانياته محدودة، ومع ذلك قبل بلاء حسن في 48 نفذ مهامه كلها المسنده، نقل مؤن وذخاير ومون القوات اللي كانت محاصره واشتبك مع العدو ومنع سفن الهجره وضرب مواني العدو وامن اجناب قواتنا. وبعد كده ابتدى الملك فاروق يجيب وحدات كبيره مشتراه من بريطانيا، مدمرات، ابتدى يجيب مدمرات مستخدمة من بريطانيا واستمر في إنشاء السلاح البحري. طيب نتكلم عن الرئيس جمال عبد الناصر، دور البحرية في الوقت ده. الملك فاروق، معلش في حتة أنا عايز أضيفها، إنه كان بيبعت ضباط من اليخت الملك المحروسة للشركة الفرنسية العالمية لقناة السويس يشتغلوا مرشدين. فالمرشدين دول اللي كان بيبعتهم الملك فاروق زي الأبطال حمدي الجراتلي والأبطال زكريا الصدر والأبطال محمود متولي دول والأبطال الشياتي، دول اللي شاركوا في التأمين بعد كده أيام جمال عبد الناصر، تأمين قناة السويس، وتدريب ضباط القوات البحرية على قيادة السفن في القناة لأنها بتبقى لها ظروف خاصة جدا. فهم تولوا تدريبهم وتولوا العمل بعد التأمين بتاع القناة. فالبحرية لها دور حبيت أذكره قبل الثورة، أنها كانت بتبعت كوادر
وبعد الثوره انها لما امممت القناه كانت الكوادر اللي موجوده منها هي اللي ارتكزوا عليها في تشغيل القناه مع افتكر 6 أو 7 مرشدين يونانيين ما اضربوش. جمال عبد الناصر لما جه ابتدى يطور القوات البحريه جدا، اهتم بترسانه اسكندريه. دي كانت خلاص يعني انشاها ترسانه اسكندريه، عيد انشائها ايام جمال عبد الناصر. وكانت بتطلع السفن اللي كانت بتشتغل يعني بتعمل لصالح الشركه المصريه للملاحه البحريه، وكانت مسميه ابو سمبل وسيدي كرير الى خلافه، وكانت سفن صب اغلبها، وكانت بتشتغل بتنقل من والى مصر. فاهتم بالاسطول التجاري، اهتم بالاسطول الحربي، تولى قيادة البحرية المرحوم الفريق أول سليمان عزت رحمه الله. الكلية البحرية أنشئت على أحدث النظم، المنشآت التعليمية، المدارس التخصصية للصف ضباط، أنشأ بحرية كاملة، دخل مدمرات صفقة السوفيتية والتشكية، مدمرات وغواصات جديدة وقناصات وسفن متعددة يعني مختلفة جدا. طيب ما ننساش برضو حضرتك دور البحرية المصرية في تأميم قناة السويس، أنا بنتكلم على الرئيس عبد الناصر. وبعدين البحرية المصرية اعتمدت على المرشدين القدام وبعتت ضباط من القوات البحرية تكاملوا معاهم لما أضربوا المرشدين الأجانب عشان يثبتوا فشل مصر في إدارة القناة. فاحنا هنا اسمحي لي أوجه تحية خاصة للمهندس محمد عزت عادل، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، أحد رجال التأمين، ونتمنى له موفور الصحة، وهو أحد رجال التأمين والناس اللي شغلوا هذا المرفق الكبير بدون كل التحية لكل مصري كان في خدمة مصر الحقيقة. لأن البحرية قامت بهذا الدور، وفي دور تاني إن الإداريين والمسكين وظائف حيوية في الحركة وكده دول مشوا، فالأطقم المصرية هي اللي أدارت ونجحت. ودليل نجاحنا في ذلك أن حصل العدوان الثلاثي، العدوان الثلاثي على مصر، استخدموا القوى العسكرية لإجبار مصر عند فشل عند نجاحها في إدارة هذا المرفق. والحمد لله تغلبنا على هذه المحنة، والبحرية كان لها دور برضو في 67 بقى، يعني احنا خلاص خرجنا من النقطة دي. دور البحرية في 67، يعني الفترة دي العدوان الثلاثي و 56، يعني الفترة دي حضرتك تشرحها لي أكتر. دور البحرية في 67، البحرية لم السلاح الوحيد الذي لم يهزم في حرب 67، ولم نفقد سفينة واحدة، بل بالعكس احنا أصبنا غواصة إسرائيلية على مشارف ميناء اسكندرية، وقبض على 12 ضفدع بشري كانوا داخلين جوه ميناء اسكندرية عشان يعملوا تخريب في السفن واتخذوا أسرى. وفي نفس الوقت حاولت الجانب الإسرائيلي أن يهاجم ميناء بورسعيد كذا مرة وفشل نتيجة لشدة إجراءات الدفاع، وبالتالي القوات البحرية لم تمكن الجانب الإسرائيلي من النجاح بحريا في هذه الحرب. في بعدها بعد 67 بقى حصلت حرب الاستنزاف. كان بداية حرب الاستنزاف الإغراق المدمرة إيلات. إيلات احنا على فكرة في ناس كتير قوي بتتلخبط ما بين المينا والسفينة. يا ريت بقى حضرتك يعني توضح لي إيلات، لأن في كتير قوي من الناس فعلا يعني بيختلط عليها الأمر. في ميناء، في الميناء الوحيد إسرائيل في خليج العقبة في البحر مطل على خليج العقبة والبحر الأحمر، هي ميناء إيلات، وهذا الاسم بتحمله سفينة إحدى أكبر القطع البحرية الإسرائيلية اللي هي المدمرة إيلات، وهي إنجليزية الصنع. وفي أيام حرب الاستنزاف يعني بعد النكسة كانت المركب رايحه جايه بيفرجوا طلبه الكليه البحريه على المياه اللي احتلوها، وامتدوا لغايه بورسعيد في المياه الاقليميه امام بورسعيد. فاتخذ قرار سياسي على اعلى مستوى، الرئيس جمال عبد الناصر قال لهم لو دخل التاني يضربوها تغرق. وطبعا ده ليه قرار سياسي، لانه ليه تداعيات
يعني احنا لما غرقنا المدمره ايلات ضربوا زيتيه بترول بالطيران، كل مره نضربهم بحري يردوا بالجو، يردوا بالجو ما يقدروش يردوا بحري. فكانت المدمره ايلات في حرب الاستنزاف اغرقت، وده كان اول صاروخ بحري، اول درس ليهم بعد النكسه. صحيح. 21 اكتوبر 67، وهذا هو عيد القوات البحريه. المدمره ايلات كانت نص قوه المدمرات، هم عندهم اثنين ايلات ويافو، احنا غرقنا ايلات على طلبه كليه بحريه. بعد ما غرقت ايلات هم ردوا زي ما قلت لحضرتك بالقوات الجويه، احنا بحري هم جوي، ما يقدروش يردوا بحري. ما ينجحوش بحري. اغرقت، واحنا كان لنا طار معاها اخدناه، احنا ما نسيبش طارنا. ايلات دي كانت مع مدمره انجليزيه ومدمره فرنسيه سنه 56، تعرضوا للمدمره ابراهيم، الثلاث مدمرات، وابراهيم استنفذت سنه 56 كل ذخائرها، وحاول قائد المدمره انه يغرقها، ما لم يسعفوا الوقت واخذوها. الطار الثاني ان كانت رايحه جايه في المياه المصريه تعربد، فطلع عليها لانشين مدفعيه او توربيد يعني يستطلعوا الهدف فضربتهم. فحتى اللانشين اصابوها، وقطع من اللانشات بقت على السطح بتاعها لانهم حاولوا يدخلوا باللانشات فيها. ايوه. المهم الثالثه بقى اتضربت غرقت، كان اول صاروخ بحري يطلق في العالم. في العالم؟ في العالم. مصر اخذت هذا السبق في التاريخ البحري. الله اكبر. من وحده صغيره يصيب هذه الوحده ويغرقها. وعلى اي حال انا احب اقول في الموقع دي احنا سمحنا ينتشر المصابين والناجين في البحر، واستجبنا للصليب الاحمر وما تعرضناش لهم. انسانيه البحريه المصريه. بينما في حرب 67 في لقينا مقابر جماعيه لجنوب مصريين. فده الفرق بين اخلاقيات المقاتل المصري اللي تمتد ل 7500 سنه. صحيح. واي مقاتل اخر. صحيح فعلا. الجيش المصري صاحب السبق والانسانيه، الانسانيه في المصري بشكل عام بتفرض نفسها على اي حد. هنخرج مشاهدينا لفاصل سريع وعوده لحضراتكم مره ثانيه. رجعنا لحضراتكم مشاهدينا، وكنا قبل الفاصل بنتكلم مع سياده اللواء محمود متولي عن حرب الاستنزاف، هنتكلم فيها شويه مع حضرتك باستفاضه وبعدين ننتقل الى دور البحريه بعد كده في حرب اكتوبر. حرب الاستنزاف احنا قلنا ايلات في بدون ترتيب بقى. لا براحتك. في اربع عمليات مهمه جدا تمت في البحر المتوسط، وثلاث عمليات في البحر الاحمر، وعملية خارج مسرح العمليات في المحيط الأطلنطي. كان في سفينة طبعا الاستطلاع بالغواصات لمواني العدو مستمر طول فترة حرب الاستنزاف. الغواصة كانت بتروح تقعد شهر أمام مواني العدو، وكان المرحوم اللواء التهامي كان أياميها رائد، كان يطلع البريسكوب وسيلة الاكتشاف بتاعت الغواصة البصرية ويفرج الطقم، أدي سفن الدوريه مش شايفانا واحنا شايفينها، وادي الكورنيش بتاع تل ابيب، وادي مينا حيفا، بيوريهم العدو كله، محدش حاسس بينا. وطبعا كانت بتعمل عمليات الاستطلاع طول فتره الحرب شغاله. في سفينه ابحاث جابتها اسرائيل قدام البردويل، وكان في تعليمات من قائد القوات البحريه القائد في البحر ايا كان ربته يشوف اي عدو يضربه. فسفينه ابحاث رفع علم سريره ضربها اللي هو مجدي ناصف، كان اياميها نقيب واخد نجمه الشرف العسكريه، وهو بعد كده اصبح يعني احد رموز القوات البحريه وكان رئيس اركان القوات البحريه. كل الشكر. واغرقها. في طبعا اللي هو محمد حلمي عبد المجيد عزب، راح ربنا يديله الصحة والعمر، كان بياخد وحدة بحرية واكتشف غواصة
إسرائيلية وأصابها إصابات بالغة وأغرقها روسا دكار، أغرقت على مشارف ميناء اسكندرية. في كمان عملية مهمة جدا، احنا بنهاجم لغاية دلوقتي بغواصات وبقوات خاصة تحت البحر وكده، فحب اللي هو محمود فهمي عبد الرحمن يعمل عملية جريئة جدا يدي بيها رسالة لإسرائيل ان احنا بنقاتل بكل سلاح عندنا في البحرية. فراحت المدمرتين، المدمرة دي اكبر قطعة كانت في وقتها عندنا، الناصر ودمياط. الناصر ودمياط، ايوة. المدمرة دمياط كانت قيادة اللي هو عدلي عبد الرحمن عطية، كان اياميها مقدم، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، يا رب. والتانية قيادة المقدم شراكي، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، موجودين. راحوا وضربوا بطاريات الهوك اللي في رمانة والتشوينات الإدارية في بلوزة، وطلع عليهم الطيران الإسرائيلي 36 طيار، 36 طائرة متتالية. إسرائيلية على المدمرتين، على المدمرتين في هجمات متتالية. رجعوا سلام بخطة جريئة. نتيجة أسفرت عن إيه؟ وإصابات بسيطة جدا. والمدمرة الناصر وقعت 4 طيارات إسرائيلي، وقعهم النقيب أمجد فهمي اللي حاليا يعني سيادة اللي هو أمجد فهمي رحمة الله عليه، رحمة الله، أغرقهم. ونتيجة للقيادة الحكيمة للتشكيل كانت فصل المدمرتين عن بعض، واحدة اتجهت ناحية الشمال والتانية مشت بحذاء الساحل، والطيران الإسرائيلي ما قدرش يلاقيهم، ورجعوا الاتنين سلام للميناء بعد ما نفذوا عملية في الأرض المحتلة ضد العدو، واستخدم طيران 36 طيارة، ده كتير. يعني هما كانوا يا فندم بيعتمدوا على الطيران بشكل قوي عندهم، إخوات الجوية، لكن ما كانش عندهم، لا عندهم، لا أقصد عندهم بحرية، البحرية واخدين لانشات قوة البحرية المصرية، واخدين في أعقاب 67 لانشات سعر من فرنسا، وسرقوهم من ميناء شيربورغ، بس ما قدروش برضو على مصر في أي مخطط بحري. لا يعني الحمد لله بحري. في المواجهات البحرية احنا كان حظنا أوفر. لأن سعادتك بتقول هم بيضربوا جو وإحنا بندمرهم بالبحر. وبعد كده في 73 كان بالجو برضو. طبعا أول طلعة جوية يعني. ففي حضرتك في مسرح بقى البحر الأحمر ميناء إيلات، لأول مرة في تاريخ القوات الخاصة أن ميناء يهاجم 3 مرات بفاصل 3 أشهر. ما ينفعش انك تهاجمي هدف بفاصل 3 أشهر مرتين، لان كل مره بتزيد اجراءات التامين. فكل مره تحصل الهجمه يروح موشا ديان يقول احنا ده غلط وهنحاسب المسؤولين وشددنا ديان كان الاجراءات. كان موجود في 73 وفعلا بيشدد الاجراءات. تمام. ومع ذلك تصر القوات البحريه والوحدات الخاصه ان تنفذ عمليات. هم اصابوا سفن وغرقوا سفن ودمروا الرصيف في الـ3 عمليات اللي تموا أثناء حرب الاستنزاف ضد ميناء إيلات. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور ممدوح الضماطي، العالم الأثري الكبير ووزير الآثار الأسبق وعضو المجمع العلمي أيضا وعضو الصالون البحري. ألو. ألو دكتور ممدوح، أهلا بك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح النور. حلقتنا النهاردة عن البحرية المصرية ومراحل تطورها وكل ما يخص البحرية المصرية. وضيفي النهاردة سيادة اللواء أركان حرب أستاذ ممدوح متولي. وسؤالي لحضرتك، ألو. أيوة مع حضرتك يا فندم، سامعك. عايزة حضرتك ترجع بيا شوية لورا وتكلمني عن البحرية المصرية. تمام. اولا ارحب بالصديق العزيز سيادة اللواء محمود متولي، يعني الحقيقه تزامنا وعملنا محاضره سابقا عن البحريه المصريه عبر القصور في دار الكتب في باب الخلق مع بعض، فتحدثت فيها عن مصر القديمه. الحقيقه مصر القديمه سبقت العالم في البحريه، يعني اول بحريه نقدر نقول وجدت في مصر، وكانت بحريه على النيل،
يعني وجدنا من عصر نقادة الثانية يعني قبل توحيد الأسرتين على إيد مينا بحوالي 400 سنة وجدنا مناظر للمراكب على النيل. وعندنا تسجيل لأحد مراحل توحيد شطري مصر على إيد مينا على أيدي آبائه يعني، وجدنا مناظر معركة نيلية بالمراكب موجودة، معناها إن إحنا عندنا أسطول بحري من حوالي 3200 قبل الميلاد، يعني من 5200 سنة. بعد كده عندنا في الدولة القديمة كان في اهتمام كبير بالبحرية المصرية، وبقى عندنا أساطيل تجارية بتخرج إلى فينيقيا ووصلت أيضا إلى جزيرة كريت. لكن عندنا بحرية بقى عسكرية، وكانت يعني كنا نقدر نقول ملوك النيل في عصر الدولة القديمة لحد بداية الدولة الحديثة. وبنشوف إن في تحرير مصر من الهكسوس استخدموا الأسطول البحري، وكان عندنا قائد بحري متميز اسمه أحمس ابن إبانة، خدم مع الملك أحمس في تحرير مصر من الهكسوس. وبيحكي في السيرة الذاتية بتاعته أنه خرج على رأس أسطوله البحري وحاصر مدينة أواريس عبر النيل، قلعة أواريس، ولحد ما تمت التحرير. اللطيف أن أحمس ابن إبانة قعد يتدرج في المناصب العسكرية لحد درجة جنرال، اللي هي درجة بتاعت سيادة اللواء محمود متولي في عصر الملك تحتمس الثالث. كان تدرج بعد أحمس لحد من حطب الأول تحتمس الأول لحد تحتمس الثالث، وذكر ده الحقيقة على جدران مقبرته أنه ترقى 7 مرات وأخذ وسام الشجاعة من عدة ملوك. لكن في عصر الملك تحتمس الثالث نقدر نقول إن إحنا بقينا فعلا ملوك البحر بلا استثناء، سواء النيل أو البحر المتوسط وخاصة الفينيقي، لأن الملك تحتمس الثالث عمل 17 حملة عسكرية وسع فيها الإمبراطورية المصرية، من ضمنها بعض الحملات العسكرية عبر البحر من ساحل الفينيقي. وعشان كده كان مهتم جدا بأنه أسس ميناء لصناعة الأساطيل البحرية وصناعة المراكب البحرية في ممر. فكان عندنا النيل الحقيقة رابط مهم جدا، كان بتخرج منه الأساطيل لحد البحر. في عهد الملكة حتشبسوت أشهر أسطول بحري تجاري، يعني عندنا في العسكرية وعندنا في التجارة، وأشهر أسطول بحري تجاري معروف في التاريخ يمكن هو الرحلة البحرية اللي عملتها الملكة حتشبسوت، وخرجت من ميناء سفاجة من البحر الأحمر وحتى بلاد بونت. بلاد بونت هي الساحل الغربي جنوب باب المندب، يعني من منطقة إريتريا لحد الصومال المنطقة دي. باب المندب أيضا في المعارك الشهيرة اللي عرفت باسم شعوب البحر اللي حاولت تهاجم مصر في عهد الملك رمسيس الثالث، كانت الحقيقة مصر كان معاه أسطول بحري قوي، وذكر دوت على جدران معبد الملك رمسيس الثالث في مدينة هابو كيف انتصر على هذه الأساطيل البحرية اللي جت تهجم على مصر. وكان الحقيقة الهجوم عند مدخل أو رأس النيل، مصب النيل على البحر المتوسط من عند دمياط. والحقيقة كان تصدي شديد جدا، وذكر دوت وكيف انتصر وكيف أبادهم بالأسطول المصري المتميز. حاجة كمان مهمة جدا مهمة نعرفها، تفضل. أو حاجتين من عصر نيكاو. الملك نيكاو يذكر إنه في عهده خرج أسطول بحري علشان يتفقد الساحل الأفريقي، فلف حوالين افريقيا من طريق راس الرجاء الصالح، ودي اول رحله في العالم تلف حوالين افريقيا. وبعدين لما ذكروا الرحله الناس كذبوها، وكان التكذيب لانهم قالوا انهم خرجوا كانت الشمس تشرق على يسارهم، وفي طريق العوده كانت الشمس تشرق عن يمينهم. الحقيقه ده دليل ان هم صادقين مش تكذيب. وعشان كده اعتمد عليها هيرودوت فيما بعد، وعمل رسم لأول خريطة لأفريقيا بأنها جوه البحر كأنها جزيرة جوه البحر. أيضا كان عندنا أول قناة بتربط ما بين البحرين لكن عن طريق النيل، لأن النيل ما كناش نقدر نستغنى عنه خالص. أكيد. وكان القناة معروفة بقناة سيسوتريس من عهد سنوسيرت من الأسرة الـ 12، وتعاد في بعد كده في عهد الملك نيكاو واستمر. اما بقى في العصر البطلمي فنقدر نقول حوض البحر المتوسط، شرق البحر المتوسط كله
كان يعني تحت السيطرة المصرية، كان عندنا 10 موانئ في مصر والساحل الفينيقي وقبرص وبحر إيجا والبحر الأحمر، 10 موانئ عسكرية شكرا تحت للأستاذ السيطرة الدكتور المصرية. ممدوح الضماطي، العالم الأثري الكبير ووزير الآثار الأسبق وعضو المجمع العلمي وعضو الصالون البحري. بشكر حضرتك جدا على المداخلة، وإن شاء الله يكون لنا يعني لقاءات مرة تانية. هنخرج مشاهدينا لفاصل سريع وعودة لحضرتكم مرة تانية. رجعنا لكم مشاهدينا، وكنا قبل الفاصل بنتحدث عن حرب الاستنزاف وأيضا دور البحرية المصرية مع سيادة اللواء أركان حرب محمود متولي الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة اللواء، نكمل مع بعض حرب الاستنزاف سريعا وندخل على حرب أكتوبر ودور البحرية المصرية فيها. في عملية تمت في المحيط الأطلنطي أثناء حرب الاستنزاف، كانت إسرائيل اشترت حفار عشان يستخرج البترول من عندنا وتاخده. فالرئيس جمال عبد الناصر اصدر تعليماته الحفار ما يدخلش البحر الاحمر خالص. ففي عمليه رائعه ما بين القوات البحريه والمخابرات العامه ووزاره الخارجيه نفذوها رجال الوحدات الخاصه في ساحل العاك في ابيجيان، وتم نصف الحفار وتنفيذ تعليمات الرئيس، ولم تعود اسرائيل مره اخرى انها تجيب حفارات عشان تاخد البترول بتاعنا. وكده حرب الاستنزاف خلصت. أما حرب أكتوبر، فكرة العملية اتبلورت في هدفين. هدف استراتيجي وهو قطع إمدادات البترول المنقولة بحرا عن إسرائيل. كان البترول بيجي من إيران ويلف ويدخل البحر الأحمر خليج العقبة على إيلات. والهدف الثاني كان هدف تعبوي، إن احنا نؤمن النطاق التعبوي للقوات البحرية، نخلي مواني مفتوحة على طول، نشارك في التمهيد النيراني، لأن التمهيد النيراني ما كانتش قوات جوية بس، ده كان مدفعية بميدان لأهداف على مسافات في حدود قدراتها، والقوات الجوية الأهداف البعيدة، والقوات البحرية الأهداف اللي بجوار الساحل طبقا لمداياتها. وتأمين المواني والمراسي وأماكن التمركز وتدمير وحدات العدو بالبحر. القوات البحرية نجحت في تنفيذ مهامها بفضل خطط دقيقة جدا. الفريق أشرف رفعت رحمة الله عليه، واللواء يوسف قنديل الله يرحمه، مشير ذكري رحمة الله عليه، قاموا مجموعة تخطيط بمعاونيهم بكله، وقاموا بتخطيط عمليات رائع. حطوا المدمرات في باب المندب والغواصات قدام بورسودان واللانشات جنوب شرم الشيخ والألغام في خليج السويس، وقفلت ميناء إيلات واتمنع النقل بنسبة 100%، والمدمرات كانت مرتكزة على ليبيا وبتعترض السفن، والغواصات لها مناطق عمل في البحر المتوسط، فنزل النقل في 30% الإسرائيلي، اضطروا يعملوا جسر جوي. يعني نجحت القوات البحرية في مجمل أعمال قتالها، وميناء اسكندرية فضلت مفتوحة طول فترة الحرب، والقوات البحرية نجحت في تنفيذ مهامها المسندة إليها سواء استراتيجية أو تعبوية. طيب، هاخد حضرتك بقى من حرب أكتوبر وصولا لسيادة رئيس عبد الفتاح السيسي والعهد اللي احنا موجودين فيه ده، عهد رئيس السيسي، ودور البحرية المصرية في الفترة دي. طبعا في إنشاءات تمت وإنجازات حقيقية تمت على أرض الواقع 2017 ولحد اللحظة دي. هو في الحقيقة أنا عايز أوجه برضو تحية تقدير وإجلال لكل اللي تولوا قيادة القوات البحرية كل التحية من أول الثورة لغاية دلوقتي واللي عاونوهم. ليه؟ لأن القوات البحرية بنيت على أسس علمية، وكل واحد بذل أقصى مجهود في حدود إمكانياته المتاحة، فبنى هذا الصرح ليصل حاليا في عهد الرئيس السيسي إلى بنيان شامخ غير مسبوق، وقوة بحرية لا يستهان بها تنفذ المهام المسندة لها وتحمي مصالح مصر في البحرين المتوسط والأحمر. بالإضافة إلى أن احنا ما ننساش أن أكبر سفينة في تاريخ اللي احنا استعرضناه ما تزيدش عن 3000 طن. احنا بنمتلك المسترال 21,000 طن، يعني 7 مرات أي أكبر سفينة كانت عندنا من قبل، واللي بيشغلوها شباب مصر في الثلاثينات.
مرتاح يا مصر. فالرئيس السيسي في الحقيقة أول ما تولى أدرك أهمية قوة مصر في البحر، وضع البعد البحري في مكانه الصحيح في السياسة المصرية، اقتصاد كمان. والبعد البحري لما وضعه تبنى المشروع الرئيس لمصر هو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لأن هذا المشروع عارفة حضرتك الأنفاق اللي بتشوفيها وشبكة الطرق، الطرق اللي عملها كلها والكباري والمدن، كل ده بنية أساسية عشان المشروع الرئيس اللي هو المنطقة الاقتصادية اللي احنا نتعشم أن يعود بنتاج ضخم جدا لمصر ويساهم في ضبط الديموغرافية. فده مشروع القرن لمصر. هذا المشروع يعتمد على البعد البحري في المقام الأول، وتخدمه قناة السويس الجديدة وتخدمه قناة السويس القديمة، وده يعد التفعيل الثاني لموقع مصر الاستراتيجي. التفعيل الأول كان الخديوي إسماعيل أيام ما فتح قناة السويس، ففعل استراتيجيا موقع مصر. التفعيل الثاني أمر الرئيس السيسي بالمنطقة الاقتصادية قناة السويس وقناة السويس الجديدة، واهتم بقى بالبعد البحري وبجميع عناصر قوة مصر في البحر. حضرتك تلاقي ترسانة اسكندرية بتطلع مدمرات، احنا لم نبني مدمرة من عهد الخديوي إسماعيل حتى الآن، دلوقتي بنطلع مدمرات منها، طلعنا منها يعني انتاجية رفيعة المستوى. القوات البحرية تمتلك قوة لا يستهان بها، اتبنت في غواصات من أحدث ما يمكن. مش عايز أدخل في التفاصيل طالما بتكلم استراتيجي، تفاصيل كتيرة، لكن التفاصيل جداً كتيرة، لكن أقدر أقول أجملها إن منظومة القتال البحري لمصر اكتملت بالكامل وتؤمن مصالح مصر الاقتصادية في عهد الرئيس السيسي، تؤمن مصالح مصر الاقتصادية سواء أهداف حيوية في البحر متعددة، سواء كل عناصر قوة مصر في البحر. البحرية المصرية والكلام عنها هو تاريخ طويل مش هينتهي. إن شاء الله يكون لينا لقاء مع حضرتك مرة تانية ونتكلم بشكل أكتر استفاضة، ونتكلم أيضا عن الإنجازات اللي بتتم حاليا. كل الشكر لسيادة اللواء بحري أركان حرب الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء محمود بتولي، عضو المجمع العلمي ومؤسس صالون البحري، وأيضا كل الشكر للأستاذ دكتور ممدوح الضماطي العالم الأثري الكبير ووزير الآثار الأسبق وعضو المجمع العلمي وعضو الصالون البحري. النهاردة كان مداخلته يعني كانت إفادة كبيرة لنا في البرنامج، وأيضا الأستاذ الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ المعاصر والمؤرخ الكبير لجامعة عين شمس. كل الشكر لحضراتكم. شكرا لسعادتك يا دكتور. مشاهدينا كل الشكر لحضراتكم. كل اللي أقدر أقوله جيش مصر هيفضل قوي بإيماننا وبعقدتنا، جيش مصر هيفضل قوي رغم أنف الحاقدين. ربنا يحفظنا جميعا. كل سنة وحضراتكم بخير، نحن على أعتاب الاحتفال بأكتوبر المجيد وحرب أكتوبر المجيدة، وياريت حرب أكتوبر تكون دروس مستفادة، تكون يعني أسلوب حياة نتبعه مش مجرد شعارات واحتفالية شهرية من كل عام وبس. ناخد الموعظة، ناخد القدوة من الأجيال اللي قبلنا، والتحدي والصلابة دايما تكون هي رسالتنا. أشكركم مشاهدينا، أشوفكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية الاثنين القادم في نفس الميعاد. إلى اللقاء.